مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حواراتنا الخاصة. أخطر أنواع السحر: السحر الأسود وسحر الكواكب والنجوم. أخطر أنواع السحر: السحر الأسود وسحر الكواكب والنجوم. جن لديهم قدرات كثيرة في رؤية الإنس غير محدودة. سحر العقم وسحر التفريق بين المرء وزوجه. فهنالك سحر اسمه سحر العقم، وإذا كان عندها سحر تأخير وتعطيل الحمل فحتى في مرحلة تكون الجنين ويسقط. كل معاج نجم تحمل زوجي، فهذا يعد سحر التفريق، وهو السحر الذي ذكر في القرآن. قالوا راه ثم هنالك سحر وضع لها في حاجة مع أكل ما قدمته لها زميلة. السحر المأكول ليس للتفريق، السحر المأكول يكون للتمريض، لتمريض الجسد. كيفية اكتشاف الشخص المسحور وحقيقة استخراج الكنوز عبر الجن؟ كيف يتم اكتشاف السحر أو أن الشخص مسحور؟ بطريقة شرعية، طريقة شرعية هي بالرقية الشرعية. هل يمكن تسخير الجن معناتها للعثور على هذه الكنوز أو تحديد الأماكن متاعهم؟ نعم ممكن.